الماضي خاصة أصحاب المعاجل. أيام الانتهاء للمقاولين وللضمان الاجتماعي والحد الأدنى للمقبول من العاملين. متناسياً إن أعظم حق هذه الأموال هي من عرب ونظام وجهد أصحاب المعاشات طوال عمرهم النضالي والعماني. جبا لكل من اعتدوا على أموالنا، كيف يمكن أن نأتي بحقوق أصحاب المعاشات وأموالهم أصبحت أوراق بعد أن كانت أموال؟ الجميع متواطئ. لما وقفنا من قبل الصباح ندافع عن الوطن أمام صناديق الانتخاب، كان بس لما خرجنا ندافع عن الدستور، بس لما تاخدوا أموالنا للغير. أنا اللي أنا اللي طلع بالليل ب10% والصبح كان مفيش، يبقى قررت مين اللي جابه؟ مين اللي طلعه؟ محد سأل. ما انتوا قايلين الصبح مفيش فلوس وبالليل تقولوا 8 مليار. على مالك ايه؟ ده انتوا اصحاب 17% من مدينة الانتاج الاعلامي. بقالك 14 سنة ما خدناش ولا مليم. ليك عند التلفزيون المصري مسبينه 19 مليار جنيه، مالناش دعوه. طب ما هي دي الاموال بتاعت التامينات، ما هي دي اموالنا. لما تقول لي انا عاجز اموت. وقد ادى هذا كله الى عدم منح ملايين من اصحاب المعاشات حقوقهم ومستحقاتهم الماديه. وقد اثر ذلك سلبا بان اصبح هناك اكثر من 5 ملايين مواطن يتقاضون معاشات اقل من 500 جنيه، علما بان ذلك يتعارض مع نص الماده 27 للدستور التي نص